راهم ما عندهمش لا ماكله لا شراب، راهم يقصفوا فيهم، راهي اباده هذيا ماهيش، ما تقوليش حرب، هذا مش حرب، هذا اجرام، هذا اباده، هذا لازمنا نلقاو حل. ثم حرق تاع إنسانية ورضع، حاجة بشعة ما تصيرش حتى في الحيوان. هذه جريمة كبرى وتخاذل، ومهما كان مهما حتى مش يتوجهوا للمحكمة الجنائية الدولية راهو مش يوصل حتى شيء. يلزم موقف عربي موحد ويزي من الخذلان، يزي راكم جبتوا العار، راكم جبتوا العار. على العالم أن يتضامن مع إنسانيته اليوم إذا ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث من أهوال وفظاعات وحرب إبادة وحصار ومنع الكهرباء والمياه، هي إبادة وحشية ترتكب على مرأى ومسمع العالم. على العالم اليوم أن يحمي الإنسانية وأن يحمي إنسانيته إذا ما يحدث. نصف هذه الجرائم أنها وحشية، وحشية بكل ما تعني كلمة وحشية. تعروا عن المبادئ، عن القيم، عن الديمقراطية، تخلوا عن كل الذي كانوا يتشتقون بها، طلعت زيف وكذب وافتراء، بدت البغضاء من أفواههم ومن أعمالهم ومن جرائمهم ومن بنادقهم. لكننا نقول هذه الدناءة والخسة لا يعملها إلا إنسان خائف ذليل منحط، لكننا إن شاء الله سنقاتلكم كما يقاتل الشرفاء العظماء.